شهد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ختام بطولة المدفعية الملكية الرمضانية للضباط لكرة القدم والمقامة تحت رعاية سموه على ملعب المدفعية الملكية، وذلك بحضور اللواء الركن الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة قائد المدفعية الملكية وعدد من قادة الوحدات وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وأكد سموه بهذه المناسبة على الدور الذي توليه قوة دفاع البحرين في تهيئة البيئة الداعمة للفعاليات والأنشطة التي تصب في تعزيز قيم التواصل بين منتسبيها، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل لما لها من انعكاس إيجابي على بيئة العمل، منوها باحتضان ودعم قوة دفاع البحرين لمختلف المنافسات الرياضية التي تقام على صعيد محلي والهادفة إلى تحفيز التنافسية وترسيخ الروح الرياضية بين مشاركيها، إلى جانب الدعم الذي تقدمه للمشاركات الخارجية لمنتسبيها من قوة دفاع البحرين في البطولات الرياضية والتي تسهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليا في المحافل الإقليمية والدولية. وقد تفضل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بعد انتهاء المباراة بتتويج فريق معسكر القيادة العامة بطلا للنسخة السادسة لبطولة المدفعية الملكية الرمضانية للضباط لكرة القدم بعد فوزه بنتيجة 4-2 في الضربات الترجيحية بالمباراة النهائية، وتكريم فريق سلاح البحرية الملكية البحريني الحاصل على المركز الثاني، إضافة إلى تكريم أفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة وأفضل حارس، كما قدمت لسموه بهذه المناسبة هدية تذكارية من قائد المدفعية الملكية. وفي الختام هنأ سموه الجميع على نجاح هذه البطولة معربا عن شكره وتقديره لقائد المدفعية الملكية وجميع منتسبيها على جهودهم في تنظيم هذه البطولة في نسختها السادسة، وللاتحاد البحريني لكرة القدم ولجميع الوحدات والمديريات والفرق المشاركة التي أسهمت في إنجاح البطولة، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والنجاح.